أشار وزير استصلاح الأراضي والتنمية والسكن بول بينادوم إلى سياسة الحكومة الرامية إلى توفير السكن للمواطنين. جاء ذلك في البيان الصحفي الذي قدمه اليوم بمكتبي بمناسبة اليوم العالمي للسكن دورة 2017 تحت شعار سياسات الإسكان بأسعار معقولة. نتابع بيان الوزير بترجمة الزميل خليل حسن صالح. تشاد كغيرها من بلدان العالم تحتفل في الثاني من أكتوبر باليوم العالمي للسكن، والذي اعتمد من قبل الأمم المتحدة في العام 1985. وقد تم اختيار عنوان هذا العام على المستوى الدولي سياسات الإسكان بأسعار معقولة، واخترنا نحن على المستوى الوطني شعار السكن اللائق في مدينة مرنة. إن اختيار هذا العنوان جاء من أجل تمعن النظر للاستراتيجية الوطنية للإسكان، وكذلك نية الحكومة للانخراط في بيان حقوق الإنسان الذي يقول الوصول إلى الخدمات الاجتماعية من حقوق الإنسان. وعليه ينبغي للحكومات أن تساعد السلطات المحلية على المشاركة قدر الاستطاعة في التنمية الوطنية، وهذه تدخل ضمن استراتيجية رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو لتحسين ظروف الحياة العامة والخاصة للمواطنين، وتقدم لهم السكن اللائق، كما تقوم بتوفير الأمن لجميع المواطنين التشاديين. وقد قامت الحكومة التشادية عبر وزارة استصلاح الأراضي بمشروع واسع في مجال التنمية الحضرية وقطاع الإسكان لإنجاح هذه الرؤية التي تستحق الثناء. ومن المرجح أن يعيش أكثر من 50% من سكاننا بحلول العقدين القادمين في المراكز الحضرية، وهذا يتطلب منا توفير احتياجات المواطنين للسكن والخدمات الأساسية اللائقة. ومن أجل تسهيل فرص الإسكان، فإننا نعمل على إطلاق مشروع المعدات المحلية للبناء بالتعاون مع شركة أنجم مينا للأسمنت، إضافة إلى الخطط والمشاريع التي نسعى إلى تحقيقها في أرجاء البلاد. إن نجاح سياسة الحكومة في جوانب التنمية المستدامة نتيجة للأعمال التي يقدمها كل مواطن بمدينته. لذلك نحن نشجع الشركاء الدوليين وجمعيات المجتمع المدني والمنظمات المهنية وجميع المواطنين ليصبحوا أكثر انخراطا في العمل، حتى نتمكن معا من مواجهة التحدي المشترك الذي يفرضه التوسع الحضري الوحشي والسريع. وبهذا نكون قد ساهمنا مع رئيس الجمهورية في تحقيق رؤيته التي يريدها لتشاد في مطلع العام 2030.